بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيب باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عودة إلى كتاب ذم الغرور من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين. وكان من آخر ما قرأنا أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره تحذير وتخويف، وقلنا مجاز لأن فيه أيضا إيش؟ بشارات بخير، في بشارات إيش؟ بخير. ويتفكر الإنسان في قضية ما حذر منه طال حزنه وطال خوفه الأصل، لكن بعض الناس يتظاهر وكأنه لا يهتم. وأهم قضايا في حياة الإنسان، أهم قضية في حياة الإنسان لو قلت حتى أنه ملحد، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يتزوج إن شاء الله، ولكن أهم سؤال لما الموت؟ لما إيش؟ لما الموت؟ دعاية سيارة الفولفو تركز على قضية الأمن، أن هنالك بناء في هيكلها يحمي إذا مات حصل حادث، كله بإذن الله عز وجل. نتحدث عن الدعاية، أنه إذا حصل حادث هيكل الفولفو إيش؟ يحميك. يحميك من ماذا؟ هم يقولوا يحميك من الموت. هذه القضية الأساس في حياة الإنسان. تضع الحزام في السيارة نفس الكل يأخذ بالأسباب بصورة أو بأخرى، قد يكابر، ولكن هذا السؤال دائما، وهذه القضية هي تلح على الإنسان. حتى وصلنا في الحديث إلى قول الإمام الغزالي، نعم، ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، مغتر. هذا إيه؟ مغتر. المغتر يحدث نفسه حتى يصدق الكذبة، يغتر بالله عز وجل. قلبي أبيض، قلبي أبيض، لا أؤذي أحدا، لا يصلي لكن قلبه أبيض، لا يصوم لكن قلبه أبيض، لا يزكي لكن قلبه أبيض، لا يحج لكن قلبه أبيض، يعني يدعي أنه، فيصدق أن إيش؟ أن قلبه أبيض. قال لا أؤذي أحدا، وهو يؤذي نفسه في المقام الأول. مش يقول الواحد عندنا المثل يكذب الكذبة ثم إيش؟ يصدقها، وكأنه واقف على الطابور لدخول الجنة. لا خوف، لا حزن على تفويت خير، على ذنب أذنبه، قلب أبيض إن شاء الله. هو يمكن تنقية القلب من الذنوب بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح. قال نعم، ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين، ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد. ويكون نظره لعدد سبحته. اليوم في عنا عداد إلكتروني، عداد إيش؟ إلكتروني. تطلع على الرقم يعجبك الرقم، تطلع على الرقم يعجبك الرقم، ثم إذا مر بك فلان وذكر فلان اشتركتما في أكل لحم أخيكما، شو استفدنا؟
ويكون نظره العدد سبحتي أنه استغفر الله 100 مرة وغفل عن هذيانه طول نهار الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه 100 مرة وألف مرة، وقد كتبها الكرام الكاتبون. كتبها إيش؟ الكرام الكاتبون. فتحت التليفون، فتحت التلفزيون، فتحت الحاسوب، فتحت الآيباد، فتحت، كتبت، كتبوا، سمعت، كتبوا، شاهدت، كتبوا، اتصلت، كتبوا. وقد كتبها الكرام الكاتبون، وقد أوعده الله تعالى بالعقاب على كل كلمة، فقال جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات، يعني 400 500 200، ثم هو ينطلق في الحرام ولا يلتفت إلى ما ورد في عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين والمنافقين بذكر ما لا يضمرونه إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض الغرور. الإمام الغزالي يذكر 20 آفة من آفات اللسان، وبعض علماء الأندلس أوصلها إلى 100 تقريبا آفات اللسان. تقول: سلاح ذو حدين. نعم، ولكنه مسلط عليك أكثر من الناس. أمسك عليك هذا أو ما أخذونا نحن بما نقول يا رسول الله. نعم، وأن يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم يوم القيامة: إلا حصاد ألسنتهم. ولعمري لو كان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة نسخ لما يكتبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عند جملة من مهماته. وما نطق به في فتراته كان يعده ويحسبه ويوازنه بتسبيحاته حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه. فيعجبا لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوت في الأجرة على النسخ، ولا يحتاط خوفا من فوت الفردوس الأعلى ونعيمها. السيارة فيها عداد، كل ما سقت السيارة ينقص من العداد، مش عداد الكيلومترات، عداد البنزين. يعني اليوم كثير من السيارات تعطيك بالرقم كم بقي لك. لو كانت الملائكة الكرام آخر النهار بتقول لك: يا فلان تعال نتحاسب، اليوم أنت لك 100 حسنة وأتعبتنا بكتابة 1000 سيئة، كل واحدة إيش بعد 100؟ بظل 900، وكل واحدة بدينار مثلا، هاي 900 دينار في ذلك النهار. ثاني يوم بتقول لك إيش؟ أنا شو بدي بوجعة هالرأس، أفلسنا ما ظلش عشان دينار. والحسنات أهم من كل دنانير الكرة الأرضية مجتمعة. حسنة واحدة قد تحتاجها يوم القيامة، سيئة واحدة تريد أن لا تكون هناك في حسابك. ما هذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفكر فيها. فقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين، وإن صدقنا به وصدقنا به كنا من الحمقى المغرورين. إن شككنا في مسألة واحدة، اليوم يعتبر الإنسان نفسه مفكر فيعترض على الله عز وجل في الحكم ويقول: هذا حكم قاسي لا إنساني، وهو حكم الله. ولم يقل بغيره علماء المسلمين تفسيرا، واضح وضوح الشمس في وسط النهار تعترض على الله عز وجل. ما الغزالي قال لك: لو شككت
مرة ثانية نقرأها. فقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه، إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن صدقنا به. شوية شك، كنا من الحمقى المغرورين إن صدقنا به. فما هذه أعمال من يصدق بما جاء به القرآن؟ وإنا نبرأ الله تعالى أن نكون من أهل الكفران، فسبحان من صدنا عن التنبه والتبين مع هذا البيان. وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن يخشى ويتقى، وما أجدر أن من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن يخشى ويتقى وليغتر به اتكالا على أباطيل المنى وتعاليل الشيطان والهوى، والله أعلم. أنا أفكر وأنا رأيي في الموضوع، يعني اعتراضا لك أن تفكر لا تعترض فتكن من المطرودين. بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف، وهم أربعة أصناف. الصنف الأول أهل العلم. مرة ثانية قال أصناف المغترين الأول أهل العلم، والإمام الغزالي قلنا أكثر من مرة يعني يشدد على العلماء وعلى الفقهاء وعلى الدعاة وعلى كل من دخل في هذا الباب، سيذكر عما قليل إن شاء الله إن وصلنا إليه قراءة. ماذا تستفيد من نسخ؟ يعني ذهبت أنت إلى الطبيب والطبيب قال لك هذه وصفة الدواء الروشيتا مكتوب فيها عليك أن مثلا تأخذ هذا الدواء من المضاد الحيوي في اليوم مثلا 3 مرات، وقمت أنت بنسخ المسألة، نسخ الروشيتا، نسخ الوصفة، قمت بنسخ آلاف المرات، هل يذهب هذا بالمرض؟ هل يذهب هذا بالمرض؟ لا. والفقهاء تحرير المسائل والكتابة والحديث وكذا إن لم يتشرب، هذاك يشرب الدواء وهذا يتشرب الدواء، هذا دواء وهذا دواء. والمغترون منهم فرق من العلماء، ففرقة منهم أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي. الجوارح تحدث عن العينين وعن اللسان وعن الأذنين وعن اليدين وعن القدمين ألا تمشيا إلى حرام. قال إمام الغزالي حينما تحدث عن صوم الخواص قال وكلك أدبا، كل شيء يعتبر من الخارج يعني في الأعضاء الخارجية عليك أن تنتبه وتحفظ. قال وأهمل تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم. بل يقبل في الخلق شفاعتهم، حتى بصير واحد يعتبر حلو إيش شفيع، وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على الله، وهم مغرورون. فإنه لو نظروا بعين البصيرة علموا أن العلم علمان، علم معاملة وعلم مكاشفة، وهو العلم بالله وصفاته المسمى بالعادة علم المعرفة. فأما العلم بالمعاملة كمعرفة الحلال والحرام
ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منه، فهي علوم لا تراد إلا للعمل، ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة، فكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، وترى الأذى على الطريق ولا تقوم بإزالته. وانت حافظ، ماذا نستفيد؟ كانت يعني تقريبا منذ 25 سنة أكثر قليلا، ابنة أخت لي كانت في صف البستان، يعني ما قبل الصف الأول، ذهبت زيارة أختي، واحدة من الأخوات الكثيرات، الحمد لله، حفظ الله عليكم أحبتكم، وجمعنا جميعا في جنات النعيم. ذهبت زيارتها فقالت لها: تعالي انشد النشيد لخالك، حافظ نشيد عن تنظيف الفم الأسنان بالفرشاة، نشيد جميل. نشدت النشيد، قلت لها: يا خالي انت بتنظفي أسنانك؟ قال: لا، حافظ النشيد ايش، لكن بدون تطبيق، يعني ممكن نبتسم، لكن إذا كانت القضية عنا نحن أن لا نقوم بتنظيف الأسنان، بلاش كلمة الأسنان، ماذا لو بدلناها وقلنا القلوب؟ أنضحك؟ أصلا نبكي، أصل إيش؟ لو طلع أحدنا على ما في قلبه من نكات سوداء بسبب ظلمة الذنوب لبكى، لندم، لخاف. بتقطع علينا الكهرباء الأيام هذه، بتقطع الكهرباء دقيقة وتركنا، شو بصير فينا من العتمة الظلمة؟ فالظلمات التي نحملها في داخلنا أولى بالتنوير، أولى يعني مكانها بالتنوير. فمثال هذا كمريض به علة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفه إلا حذاق الأطباء، فيسعى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبيب حاذق، مش بيسافروا من بلادنا على بلاد برا إلى الخارج حتى يتطببوا، فعلمه الدواء وفصل له الأخلاط أنواعها ومقاديرها. كثير من الناس لدينا يشتري الدواء ولا يأخذ، يعني لا يتناول الدواء مرات قليلا جزءا منه، يتحسن فلا يكمل. قالوا: معادنها التي منها تجلب، وعلمه كيفية دق كل واحد منها وكيفية الخلط والعجن، فتعلم ذلك منه وكتب منه نسخة حسنة بخط حسن الدواء، ورجع إلى بيته ويكررها ويقرأها ويعلمها المرضى، ولم يشتغل بشربها واستعمالها. أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ هيهات هيهات. لو كتب منه 1000 نسخة وعلمه 1000 مريض حتى شفي جميعهم وكرره كل ليلة 1000 مرة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا، إلا أن يزن الذهب ويشتري الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويشرب الدواء ويصبر على مرارته ويكون شربه في وقته، وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه، فإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه، فكيف إذا لم يشربه أصلا؟
فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره. على من يطبق هذا المثال؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله: وهكذا الفقيه. اصبر. وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها، وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها، وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسه منها، وأحكم علم الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها، فهو مغرور. إذ قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل. استمع لي تعليق الإمام الغزالي على هذه الآية الكريمة مرة ثانية، تذكر: قد أفلح من زكاها. قال الإمام الغزالي تعليقا مفسرا، قال: ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك وعلمه للناس. الإطار النظري سهل، إطار نظري إيش؟ سهل. كثير من بعض المشايخ أيام التوجيه جزاهم الله خيرا يذكر الطلاب: افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، يعني لا تضيع الوقت، لا تسهر فتت كذا إلى آخره، يعني أدرس وأنت قوي منتبه. نصائح كثيرة جزاهم الله خيرا، وقد يكون في المسجد من طلبة توجيهية ويستمع للكلام ولا يأخذ بالكلام ويرسب في التوجيهية، يسمع نظريا. نسمع للأطباء ولأهل الصحة والتغذية و ليل نهار: كل ولا تأكل، لا تأكل نوعا معينا، لا تأكل كمية معينة، صحيح؟ نوعية وكم و ثم بعد ذلك تعود إلى البيت فتضعف أمام إيش؟ أول طبخة. ماذا استفدنا من كل هذه القراءة وكل هذا هذه المحاضرات؟ وتدريجيا الناس تكون صاحبة همة عالية وهي تسمع، ثم بعد ذلك تفتر الهمة وهو في الطريق إلى البيت. قال بعض الإخوة: الآن موسم الحج، الحمد لله رب العالمين، ما هي الأيام حتى إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني تكون يعني يوم عرفة الثلاثاء إن شاء الله، وإن شاء الله يوم صوم بإذن الله عز وجل. المهم ما هي الأيام، ويعود الحجاج فتكثر الولائم. بعض الناس قال أنه لأنه الأيام عندنا قد تكون الولائم في يوم واحد أو يوم عطلة مثلا، قال: فيذهب إلى هذا وهذا وذاك مشان ما يزعلش المضيفين حجاج، فيأكل عند هذا وهذا وذاك. من وين جبتوا هذه؟ من وين أتيتم بقضية أن يأكل عند هذا وهذا وذا؟ مش لازم يكشفهم؟ إيه القضية؟ قضية جوائز طردية يعني؟ سلم عليه والحمد لله على السلامة، وربنا يتقبل، وادعو له ويدعو لك، وقل له ما في إمكانية، انتهى، جزاه الله خير، عاد. إذن هيهات هيهات. إذن ويشربه ويصبر على مرارته ويكون شربه في وقته وبعد تقديم الاحتماء الحمية وجميع شروطه، فإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه، لأن الشفاء ليس في الدواء، هو الشافي. من الشافي؟ الله هو الشافي، فهو على خطر من شفائه، فكيف إذا لم يشربه أصلا؟ فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره. إذا ظن أن الشفاء ليس فيه الوصف ولا الشفاء حتى فيه الدواء في حياتك، ولكن لابد أن تأخذ الدواء، لابد أن تأخذ
الدواء. وهكذا الفقيه، نعم. وعند هذا يقول له الشيطان: لا يغرنك هذا المثال، فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض. انتبه إلى البداية هنا. قال: وعند هذا يقول له الشيطان: لا يغرنك هذا المثال، فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض، وإنما مطلبك القرب من الله تعالى وثوابه، والعلم يجلب الثواب. الشيطان الآن بلش إيه؟ يتفاوض معك ويتلو عليه الأخبار الواردة في فضائل العلم. نعم، للعلم فضيلة وللعلماء فضل، فإن كان المسكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل، وإن كان كيسا فيقول للشيطان: أتذكرني فضائل العلم؟ ما هي علة الأديان الأخرى وبدأت عند بعض الناس تدخل إلينا؟ العلة عند الأديان الأخرى أن رهبانهم وقساوستهم وحاخاماتهم يشرعون لهم ما لم يشرع الله. لا أقول كل شخص، لكن يشرعون. يعني بالأمس القريب كتب أحد الحاخامات يقول عن نفسه، يقول: أنا حاخام ألترا أرثوذكس، يعني من المتدينين، يعني هذه أعلى طبقة في المتدينين عند اليهود. قال: ولكني مع حقوق المثليين. هو كتب عن نفسه، قال: ولكني مع حقوق إيش؟ المثليين. ما هو هذا التدين إذن؟ إذن أنت لست لا ألترا أرثوذكس ولا أرثوذكس، أنت لست محافظاً على الدين. بينه وبينكم اختلاف، لكن القضية الأساسية مثل ما يجي واحد يقول لك: إيش؟ أنا متدين. أنا إيش؟ متدين ولك ملتزم، ولكنه يشرع ما يخالف مطلقاً. يعني بعض الناس لا، قد يصلي ولكنه كتب، حرر كتاباً كان فيه مقالة تدعي أن القرآن الكريم لا يوجد فيه اعتراض على المثلية بل العكس. إذن يكتب الآن باسم الإسلام على يعني معك. هم يقولون أن عقوبة قوم لوط، يدعون أن عقوبة قوم لوط كانت بسبب أنهم لم يكونوا مضيافين، نقص الكرم، وهذا غير صحيح، وهذا من عند أهل الكتاب. لأن بدأ عندنا نفس بعض الناس بلشت تخربش. لما؟ حتى يكون مقبولاً عند الأسياد الغربيين. أرأيت لما؟ حتى يكون مقبولاً. قد بدت البغضاء من أفواههم. لن يقبلك الذي لا يقبلك، لا يقبلك حتى لو وافقته على كل شيء، لن يقبلك. قال المثل عندنا: مش على رماني القلوب إيش؟ مليانة ورمانة. فاتق الله. وإن كان كيسا المغرور بقول له الشيطان: هذا الموال أنا أحبه. والكيس الفطن الحذق الفهم اللي منتبه لي حابيل الشيطان لحبائل الشيطان: وإن كان كيسا فأقول للشيطان: أتذكرني فضائل العلم وتنسيني ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب، وقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأي خزي
أعظم من التمثيل بالكلب والحمار. كمثل الحمار يحمل أسفار الأسفار الكتب، ولو الحمار أو البعير حمل من الكتب عشرات بل مئات الكتب، وماذا استفاد الحمار؟ فقط عبء، فقط إيش؟ عبء، لا يستفيد من ذلك شيئا. والمعنى أنه يحمل ولا ينتفع. وإذا الواحد فينا حفظ المسألة ولم ينتفع بها كان كالذي ذكر. أهل بلادنا أكثر ما يقول بعضهم لبعض إيش؟ يا كذا. لا، هو الذي حقيقة هو الذي يحفظ المسألة ولا يطبقها، لا ينزلها على أرض الواقع. وقد قيل من ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعده. قال الإمام العراقي رحمه الله في تخريجه أنه مشهور من قول الحسن البصري، وفي حديث متفق عليه في حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يلقى العالم في النار. يلقى من؟ العالم. يلقى العالم في النار فتندرق أقتابه، يعني أمعاؤه المصارين، أحشاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، يصير يلف والأحشاء يجرها جرا، يدور إيش؟ من حولها. طب ليه؟ لما؟ واضح، لأنه كان يأمر الناس ولا يأتمر وينهى الناس ولا ينتهي. ما انتفع بعلمه. وقد قيل شر الناس العلماء السوء. شر الناس يعني علماء السوء، لأن تأثير هؤلاء على الناس سيقولون هاي فلان، ما هاي فلان، صحيح؟ كالطبيب المدخن مثلا، الطبيب المدخن يصير يقول الناس ما هي فلان طبيب، وايش يصير يقول هاي الطبيب هذا يدخن. بعض الناس من الجهالة يقول، كان يقول جدي وصل إلى سن كذا وهو يدخن وما صار له شيء، يعني انت عملت تشريح لرئتيه ووجدت أنهما يعني بخير، عمل تشريح للأوردة الشريانات وجدت أنهما بخير، رأيت متحف العلوم في بوسطن كأنه رأيت رئتين محنطتين لمدخن سوداوين. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.